كولانتي وعندا وضا مركلي هو جاميا كوريد وغوي كيم جون اون او تاجر وموجي فلسطينيين تحل مالنتي شنات عيدا كفلسطينيين تقوتوين كعز الدين الغزام او بارشود يكو بود يكون الدقالة ما يديار ده الدولي اللي انت يجنت على ردفك اي كسي الدقالة ما ينقودها دول كإسرائيل هيساتو كوا او عيدا كإسرائيل اسباع سنين مالنتي شنات قول درها ملتري يميت سردون اي كلا كل من دلال كرير قلبيت كو تاجيري مدحوينا روشكا فلادمير بوتين او كقابسدين او كتحسيديو عيدان كإسرائيليين تا يشعب كإسرائيل اي قودين تاي خالكا فلسطينيين تا تاجيرا افكا وموجي دانكا كلا يدو مالنتي شاناد عيدان كفلسطينيين تو اي كود داقا لمايان جنتالاه ريددفوك وحان برنامج كينا فلانقاين تا سياسات دا يارماه ابنigan كو ايجيا خالكا لغو فرسما اي خالكا فرسمادا gantaalaha falastiiniinta laga keenay iyo sidoo kale dalalka ay macquul tahay oo ruushku ka mid yahay oo laga yaabo in ay dhaxdhaxaadiyaan oo maxabiista Israa'iil la geeyo si falastiin si Israa'iiliyiintuna looga soo wareejiyo in ka badan 7,000 oo maxbuus guud ahaan dagaalka Israa'iil iyo dhanka diblomaasiyadda taageerada dalalka dibadda gaar ahaan kuwa reer galbeedka ayaan ku eegaya barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha amniga balse marka hore fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran bartayda Facebook لانا وداك برنامج كصاحبدا مهد سنيد اينو كوب اللون ورباينتا اسرائيل اياكو على عليس ان مدحوينها دالك روشكا فلادمير بوتين وسن وحو عتان اهلا سمينين رئيس الوسارة اسرائيل بنجامين نتنياهو يا مدحوينها اسرائيل ازاك هرزو سيوغا تحزيديو دادك اسرائيليين تا يدقالك كودنتي كا او سعودة مالنتي شاناد مدحوين بوتين ايا هرو ايغو ايدي دقالادة سعودة اسرائيل ان اي قعمها دي كوادتو او اي شعب كرير فلسطين حسوقايسو مسؤولنا اي كتاي دقالك سعودة وحان او سيقود عربك اوغو فيقاي مامولك اسرائيل يا مرايكنك كا او شاقة ان سياسة حمد مرايكنك باريغة دحا اي سببو تاي ان اسرائيل يا فلسطين مالين كستايس دقالان مدحوين بوتين او كلان لقادن اي رئيس الوسارة عراق ايانا قوان كيسا دقالك اسرائيل يا فلسطين هالكاسي كدواغي كا او شاقة ان فلسطينيين تاو تاقيري سنيهي وحاونو سو جيدية بوتين ان دقال كان لغو سو افجاري كرا اسرائيل يا فلسطين او هلا بد دولدود او داريس اه او باريغة دحي كوة دا يالا سيدي لوغا شاقين لها نبادة دينا عاسي دانكا كلا مدحويني هورا اي روشكا ديمتريك متفدف ايا دلال كرير قلبيتكا غارهان مرايكان كا كو ايدي وحاناو شاقي ان هوب مرايكان كو اغو تلقل يوكرين لغو اركي فلسطين كاسو يغيدان كحماس اي كو دقالميين وحانو شاقي ان هوبكا بلا معناها اي مرايكان كو اكو سو دلدل يوكرين او سبابكر ان اكو دعو غعان سيدحاد او لغو عقابه صاحبادا مرايكان كسيدا هادا سعوتا وحانا مدحويني هوري اي روشكا ديمتريك متفدف اي ميدكا هادا روشكو غامية فلادمير بوتين لابدو باي دقالك سعودة كو ايديين اسرائيل يا مرايكان كو او تاقير افكا يميد دبلماسيديد او فيديي ايدان كا فلسطينيين تا سيدا اي كو رميان كو حاكا فالو دا سياسة دا غارهان كو دلالك باريغا دحي وحاي شيغيان ان ايدان كا فلسطينيين تو اي عطسلان هاد دي ودا هادا لغارو إن كو كو دحمرو إسرائيل يا أيغا دلالك أرمينيا إيا سيدو كلا روشكا هالكا سويو أركان إن أرمينيا إيا روشكا إي دحدحاد كيهين أما حكومة داشينا سي لو دحدحاد يو محابيس إسوي دارسكا إسرائيل إيا فلسطينيين تمارينكا غزة و هالكا سيو دحمرو فلانقياشا سياسة دا أرمينيا يانا شيغا إن حقي إسرائيليين تو أرمينيا إيكا غالين و كسو داهري كوا أو كو مهدي سنة يدقال كشانتا مالموت كسوحدا وحانا يشيغان إن إسرائيل أرمينيا إيكا لسافتاي عدو جيدة أزربيجان إيه قبل كنغورنا كرباخ كولاد دقالاميا قبل كنغورنا كرباخ أيان أها دقال كي لباد مركا لغا صوتوغو ميدكا يوكرين هالكا ميدكا إزرايل وهادا نغضي ميدكا كوباد إيه دوني دكا صعودي دلالك عالم كيكو كلا غيب سيهين عيدان كا أزربيجان أو تاقيري كهيلي يكوة توركيغا أيان إنتا بدن أرمينيا كلاوريغي قبل كنغورنا كرباخ فلانقياش أرمينيا أو إسرائيل فرت أوقانينا يا أيان فلانقينا يا إن أي ديار أيهين دحدحادين تا سياسة دا إيا محابيس إسوي دارسيغا أو أي كلاسة فانيان إسرائيل مامولك غزا سيكا استبها تي عيدا مدى فلسطينيين تا إيا مالين تيشانات كسي دقا لما يو قدها مدولك إسرائيل إيسا توحان عيدا مدى باراشوتك كوبو دي فلسطينيين تا إيا قنتالها حماس أي كودا عيان غرون كديفيد بنغوريو مغالا دا يافو إيا سيد أوكاليه عازمات دا تلافيف أشكالون إيا ديغا نكالو إيا كميديين أشدود هالكا أشكالون عيدان كا فلسطينيون تيو قدها أوغالين كوا أو مالين تي سدحات سي توس هالكا أوغا دقا لما يا دقالكا إيانا أموغدا ميد باريغا دحي وجهة يا إسرائيل إيانا حيسان انتاقير دي إيكا فيلي سرير قلبيتكا دلالكا عالم كا غارهان كوا رير يوروبي عنسوريغا إيانا كداد غريسان يا مواد دينين تودا كسوغن قدها إسرائيل و
وزير كاريما دبدا بغورتويدا يوكي ايا سو غاري اسرائيل يسيدو كلاميد كامريكان كاكوا او موجين ايا غرب استاق بشماها انكا ستو ديارة دها غرغار كميلتريغا سيدي امريكان كو مدلا بجارة اي سو غارين قدها اسرائيل حدانا قيدان كحماس ايا اسكو دي ان اي سو ردان ديارة دها سيكوا او جنتالا كو عرغالا ديي امريكان كايانا باريغا دحا او سو دري لبا مركب او نوعا ديارة دها قادة او سيدا انكا بدن شن ايا لباتن ديارة دها F-35 ايا سيكستين اسو جرا سي تاغير ميلتري لوغو موجيو ما ملك اسرائيل انكا ستو وراركا قار ايا لحقي جن اي شاگان إن عيدا ماذا هول جلادة دك دك فلو يكوا سردون كميلتريغا مرايكانكو هول جلادة اي كا قيبهين او اي غور هرباكو سوا بيرين سيدو كالي حزب الله دا لبنان يا إسرائيل ايا مدافيع دا قوبتا يا دو قيمها جنتالا اسوا يدار سدي وحانا كود انتا يتاليه عيدا كا إسرائيليين تي اقاسي إن كستو عيدا كا لبنان اي بربوريان لبسال ديك او اي عيدا كا إسرائيليين تو هالكا كلا هايين إسرائيل او كجاود ايانا دنكا ايا لبنان او دابوشي إن كبدن بقلال كن أو ميلتريغا دا كو قلبي سنتانجيدي وغود دنبي إيا ديارة دها ميلتريغا دانكا كلا ساعدية إنو صود دافني عيدن كسوريا أو يغون حينيا إسكا باريا أيا بورها قولن هاي إزرايل هيسا تكو غرا عاي مدافيعو دا إيا سيدو كلا جنتاله ردادا قاقابن إسرائيل أيانا كجاوو دا وحانا يكو هنجب إيسا ميلتريغا إزرايل إن إي قارجين دونان هو جاميا سوريا إمريكن كو دوان لأيهاي بشار الأسد كاس أو قبات كدغان هيا حين دابك مدحوين فلادمير بوتين ما دام تانية سنة كي لبدا كون كوبي وطبانكي رير قلبات كبوتين وكد دفاعي بشار الاسد سيكا استبهات يسا عدي لسو دافي وحا ورارك قار اي شيغيين ان ديارة دها ميلتريغا حمولك قادة ايران اي سي جوكتا اوغد ديغيين غرونك عاصمات دمشق اي سوريا كوا اوساند ميلتريسي دا سي لو سو غارسي دلالك باريغا دحي اي دقالك كولاجير مامولك ازرايل تاغير دا كهلية كوا رير قلبات وحانا تاغيرا دا سي لأمين سيها ان ايو سي قد بيسو عيدان کا سوريا اي بوراها قولان هاي حدود دودا لوا داگا اي سيدو كلا كوا لبنان كوا حزب الله دا رير لبنان اي مارن کا غزا انتبا دو قيماان کلا جوك سلاين اي ملتريغا ازرايل هالكاسي كوادان وحانا اي بارتل ما ميت سنين قوباها شعبك وحانا اي وعد كومارين ان دامان بردول کلا دغو مارن کا غزا إن كستو عيدان کا فلسطينيين تونا إياقون أي سندب يرشدين أو أي كدقا لمايان مالين تيشاند قدها إزرايل ميل كفوك كنتون كيلومتر مارينكا غزا كوا أولا إسماري لأي هاي هولغال كدنكا دولكا يعني عيدا مادا إسرائيليين تو حاكاقا غعان سرية كوا حماس إن كستو إسرائيليين تو يكو غعان سرية دنكا هوادا سرية أو كنتون كميدا ديارة دهيدا دقالكو يكا قيب قادانا يان دوغاين تا إيا بابين تا دادك شعبكا إسرائيل أيانا كود دوديس إن عرور يهوين لوحيي اللي تاسو دقالك ممنوع كا لكن ما أركتو بربورك أي كجيسان يسو مارينكا غزة أي كسيدا روبك وغو سعودة عرور تا فلسطينيين تا إلغا سو ساريو دارها دادير أي بربوري هوستو دا ميدد كودا إن كستو حماس أي موجيس إسكو فلنان دانكا هوبكا أي نو إيغنو جنتالها فرسمادة حماس أي كود دقالما يسو weerarka Hamas ay ku qaaday Israa'il sabtidii waxay wararku sheegayaan in ay u adeegsatay in ka badan 5000 oo gantaal kuwaas oo qarkood ay gudaha u galeen Israa'il tan iyo markii la aasaasay ururka Hamas garabkiisa military-ga sanadkii 1987 waxay diyaar garowgood ahaa qaab sir ah oo xitaa sirdoonka Israa'il ay ku wareereen xiisadda u dhaxaysa Israa'il iyo Falastiin way soo taagnay 70-kii sano ee la soo dhaafay balse waayadii dambe markii Hamas ay sameysay horumar military ayay cirka isku sii shareertay ciidanka Hamas ayaana sameystay gantaalaha farsamada gudaha Gaza lagu sameeyay kuwa oo kuwa ridada gaaban iyo kuwa ridada fog isugu jira oo garaaci kara caasimadda Israa'il ee Tel Aviv markii Israa'il ay ka baxday Gaza sanadkii 2005 Hamas waxay rakibteen warshad qarsoodiya oo ay ka heleen saaxiibadooda Iran iyo Suuriya inkastoo wararka qaarna ay sheegaan in Kuuriyada wuxuu xoogaa farsamo ay ka heshay sida ay sheegaan militariga Israa'il qalabkan lagu sameeyo gantaalaha waxyaabaha qarxa biro iyo sidoo kale mishiino ayaa soo gaara Gaza iyaga oo badankood ka soo gala xuduudda Masar khubaradu waxay sheegayaan in la soo marsiyay gudadka dhulka hoostiisa oo ay saraakiisha Hamas kaydka rasaasta ku qarsadaan iyo farsamada intaba sanadkii 2007 markii dagaalyahanada Hamas ay maamulka Falastiin ka saareen Gaza ayaa Israa'il iyo Masar waxay ku soo rogeen xayiraad aad u adag waxaana masaaridu ay go'doomisay marinka Gaza maanta gantaalaha Hamas ay ku dagaalamaysa maalintii shanaad waa kuwa gudaha marinka Gaza lagu sameeyo oo si heer sare loo soo agaasimay ayuu ku yiri mid ka mid ah sarkaal sare oo ka tirsan militariga Israa'il
دوكومنتري اي سي دي سي الجزيرة ايانا وحا كموغدي حماس او اسكو حرحريسا جنتالو ردودو اي جاريسو كونتون ميل كواسو سيدا وحيابها قرحة ولايس كودن او جاريو بغول تضباطن اي افر كيلو حماس وادد اي كاقو انتا ان اسرائيل كاد كالان وانا فرسما يقانو جنتالها اي فرسمادا هوبكا غراحيادا اي سيدو كلا دياردها الدولي اللا ku dagaalamaya dhamaantood waxay ku sameysteen marinka Gaza waxaana ay ku leeyihiin warshado dhulka hoostiisa halkaas ku farsameystaan iyo meelo qarsoodi ah oo ku yaala marinka Gaza inkastoo tiknoolajiyadooda ay ka helaan dalalka Suuriya Lubnaan si kastaba ha ahaatee warbaahinta reer galbeedka iyo midda militaryga Kuuriyada Waqooyi ayaa faafiyay warar sheegaya salaasadii shalay aynu ka soo gudubnay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu taageero u muujiyay Falastiiniyiinta go'doonsan ee maalintii shanaad dagaalka kula jira militaryga Israel. Kim Jong-un waxa uu sheegay in Falastiin ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo, waxaana uu sheegay in Israel ay xasuuqa ka socda bariga dhexe iyadu mas'uul ay ka tahay, waxaana si isku mid ah khasaaraha dagaalka ka socda Falastiin iyo Israel u dhexe uu dusha u saaray Kim Jong-un. Hoggaamiyaasha Mareykanka iyo kuwa Israel intaba Kim Jong-un waxa uu soo jeediyay in Falastiin iyo Israel nabadooda ay ku xiran tahay oo kaliya in laba dowladood oo darisa la helo dalalka caalamka Mareykanka ugu horeeyana ay ka shaqeeyaan sidaasi haddii aan la helin laba dowladood oo darisana uusan dagaalkan istaagi karin. Si kastaba ha ahaatee Kuuriyada Waqooyi iyo Falastiin waxay horay u lahaayeen xiriir soo jireen ah inkastoo taageero gacmeed aysan ka geysan weligeed dagaalka socda. Haddana warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan midda far Israel ayaa baahinaysay saacadihii la soo dhaafay hoggaamiyihii Kuuriyada Waqooyi Kim Il oo billad sharafeed guddoonsiinaya hoggaamiyihii hore ee Falastiin Yasser Arafat ka uu geeriyooday sunta nukleerka oo Israel ay si qarsoodi ah ugu weerartay. Si kastaba ha ahaatee Israel waxay kala kulantay dagaalka niyad jab militari iyo mid sirdoon, waxaana ay hadda dareemaysaa guul darro waaweyn iyo niyad jab dalalka reer galbeedka ay kala kulantay maadaama taageeradii ay ka filaysay aysan ka helin. Dalalka reer galbeedka ayaana 8 bilood ee lasoo dhaafay ku jabay dagaalka Ukraine, kuwa oo iminka taageero dhaqaale iyo mid militariba labadaba aan siin karin inkastoo Mareykanku uu soo daldalayo taageero militari oo aan ballaarayn. Hoggaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo 18 bilood ka badan dagaal kula jira Ruushka ayaana waxa uu sheegay in dalalka reer galbeedku ay ka dhaqaaqeen oo ay aadeen Israel. Muuqaallo kooban oo si joogta bartiisa Telegramka uu soo dhigayo ayaana waxa uu sheegayaa in Ukraine ay u baahan tahay taageero la mid ah midda Israel la siinayo. Aqalka cad ee Mareykanka ayaana golaha sharci dejinta Mareykanka u gudbiyay $2 billion oo gargaar ah kuwa oo laga jarayo miisaaniyadii Ukraine loogu talagalay. Si kastaba ahaatee dagaalka Israel ayaa u muuqda mid ku ballaaranaya bariga dhexe oo sidii la filayay ka weyn, waxaana isbedelaya qariirada bariga dhexe sida falanqeyaashu ay sheegayaan. Dalalka caalamul islaam oo xilligii hore ka aamusna ayaana qadiyadan si culus uga hadlaya. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaana qoraal canaan ah bartiisa soo dhigay kaasoo Israel dhegaha ka garaacay oo sheegaya in aysan xaq u lahayn in ay korontada iyo biyaha ka jarto waxa socdana ay mas'uul ka tahay haddii ay sidii dowlad iyo si ixtiraam leh ula macaamili weyso Falastiiniinta iyadana ay filan karto la macaamil ka daran sida ay Falastiiniinta ula dhaqmayso. Waana Erdogan hadalkii ugu kululaa oo saacadihii lasoo dhaafay uu sheegay. Waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda ee arrimaha amniga qaybaha dambe oo aad u xiiso badan.